انا هاخد بس تعليق اخير. ليه بتقول قولا قاطعا لا؟ اولا هنا عندي قانون العقوبات في 375 وضع سنه 35 فيه كافه الضمانات للمواطن المصري. الحاجه الثانيه ان دستور ان قانون الارهاب عبارات مرنه مطاطه بتجعل انت ممكن تبقى ارهابي، لو انت بصقت في الشارع تبقى ارهابي، لو قطعت شجره تبقى ارهابي. الارهاب ايه؟ كل من يستخدم القوه او العنف او التهديد، ادي فقره. والحاجه الثانيه اللي بيمنع اي سلطات عن اداء دورها، ادي فقره. دي فقره لها كلام كتير. الفقره الثالثه، كل من يعطل القانون او الدستور او لائحه يعد ارهابيا. فاذا انت ممكن تجعل كل مواطن مصري 90 مش مليون مش هتبقى مطاطه قوي كده. لا ما هو قانون الارهاب كده. طيب قانون الارهاب اقرا المده. هل هتبقى مطاطه؟ اولا قانون العقوبات اللي هو معاه ده الماده 86 37 مش سنة 35 37 في اخر سنة لحكم النحاس باشا. نعم. وايام مرتضى باشا وزير الدفاع. طيب. هل خلينا اسالك انا سؤال، هل هتبقى مطاطة ويمكن ان تستخدم في ملاحقة معارضين حقيقيين؟ لا دي بيقول الارهابي. ايه الارهابي؟ عرفني الارهابي. عرف في حكم محكمة الاستئناف هو ايه الارهابي؟ عرفني الارهابي. عرف في القانون، عرفه، عرف في قانون مكافحة الارهاب، عرفه، معرف. ايوه عرفه. قول اللي يعرف المشكلة. بقول لك معرف هو من إيه؟ يقوم باعمال كل من يستخدم القوة ويستخدم القوة والعنف في مقاومة الدولة والناس. طيب. وإزاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تهديدهم. طيب. والحاجة الثانية إيه؟ إنك تمنع تنفيذ القانون. إن أنا يعني أقطع دابر الإرهابي دي أنا معاها. طب انت تخوفك؟ انا تخوفي الملاحظات الاخيره ليا. اولا في الفقره الاولى من التعديل مفيش تفنيد وفي حشو الهدف منه مش عارف. الفقره الثانيه انت اللي خايف احنا من مطاطيه يعني الفقره الثانيه انها يمكن انها تستخدم في ملاحقه معارضين. الفقره الثانيه والغريبه ان انت اطلت مده السحب موجوده في القانون الاصلي 5 سنين. 5 10 ليه يا بيه؟ 10 اقرا له. ايوه اهي. ايوه انا عارف موجوده في الاصل في القانون يا بيه. لا مش موجوده في الاصل. لا 5 انا مذاكر كويس جدا. اقرا له. 5 اقرا 10 شروط. 5 10 شروط خلال السنوات العشر. ده جايبها منين يا استاذ وائل؟ ده جايبها منين؟ لا موجوده هنا يا بيه جديده. لا في القانون. طيب دي نقطه دكتور صلاح. التخوفات اللي انا يعني قراتها خلال الايام القليله الماضيه متعلقه بحاجتين. واحد استخدام الطاقه هي موجوده عند المعارضين. هي موجوده حطوها تعديل. هي موجوده. انت قريت لهم اثنين. واحد عشان بس استنى. واحد بيتخوف وهو مش قانوني وما عندوش خلفيه، والتاني كان رئيس تحرير جرنان وقت الاخوان. ادي الاثنين. طيب. اللي كتبوا حاجه غير دستوريه. التخوف غير دستوري انه هيقول لك دستوري. اللي هو اللي قاله الاستاذ عاطف، العالم هيقول علينا ايه؟ العالم هيقول الناس هتقول ايه علينا؟ هو حد قال على فرنسا لما عملت هذا الكلام؟ اشمعنى فرنسا ما عملتوش؟ ما عملتوش للمتجنس. ونفذت عليه في الدستور. انت قريت الاعلان العالمي بيقول ايه؟ الاعلان العالمي بيقول ايه؟ كلنا بنتكلم يا جماعه. الاعلان العالمي بيقول الجنسيه حق اصيل لكل مواطن. حق اصيل لكل مواطن بشرط انه يكون انت موافقت عليها. بشرط انت صدقت عليه. انا مصدق على انه هو لما تلتزم بيها. لما يكون مواطن ملتزم بشروط القانون. انت لو خالفتها يبقى خالفت القانون الدولي. شروط. خالفت القانون الدولي. المواطنه لها شروط. قانون دولي ايه؟ المواطنه لها شروط. اذا كنت شايف القانون ده هتتهم مين؟ هو لما يطبق شروط هي المواطنه هي فتوانا. هنحترم ايوه نحترم. لازم نحترم نفسنا ونحترم العالم. نحترم بلده الاول. احترم القانون. احترم دستور بلدك. اذا كان دستور اذا كنت بتهاجم اولا 10 نصوص دستوريه بينتهك الدستور. هي الدستوريه دي اللي انت بتقول عليها. الماده 92 من الدستور بينتهكها. خلاص يا دكتور. عندي دقيقه هديها للاستاذ صلاح. اتفضل. ايوه بص يا سؤال. قولا واحدا على فكره احنا في حاله تحتاج الاصطفاف الوطني، طرف ورفاهيه التنظير على امور تمس المصلحه العليا للبلاد والامن القومي للدوله المصريه. ده بيخلي البعض بيعتقد ان احنا في معركه افتراضيه حتى ضد الارهاب. احنا في معركه حقيقيه ضد الارهاب. احد ادوات هذه المعركه ان المصريين نفسهم لما كان بيقول لك انتوا سايبينهم ليه؟ انتوا سايبينهم هم دول ازاي يبقوا مصريين؟ دول المفروض ده حتى وصل
يعني غضب المصريين ببعض اللي كان بيظهر على شاشه بره مصر يقعد يشتم مصر وشعبها وقادتها ومؤسساتها، يقول لك انتوا سايبينه مصر ليه؟ اسكتوا عنه الجنسيه. ده الوجدان المصري ماشي في الاتجاه ده، ما اقدرش انا اقول انا لا انا همشي عكسه، خصوصا انه بيشوف انه هذا لا يستحق ان يكون طبعا مصرياً. طبعا لا يستحق ان يكون يا استاذ وائل انت بتتكلم على حق الجنسيه، ده حق وطني. طب ما بالك بقى اذا كان هذا الحق بيمس باستقلال الوطن ووحده الوطن وبسلامه اراضيه وسلامه شعبه. يبقى هنا قولا واحدا اي حديث عن مساله ان هذا من الممكن التوسع فيه وكذا، كلام مفرط وكلام مطلق ولا يمس الواقع باي شيء. الحقيقه ان هذا القانون هدفه الحقيقي هو ان اسقاط الجنسيه عن كل من يتورط ويصدر في مواجهته حكم نهائي من المحكمه المختصه ان هو مارس الارهاب ومارس القوه لايذاء الشعب المصري وايذاء الارض المصريه. طب هل في محكمه هتحكم بكده؟ هل المحكمه هتحكم؟ طبعا لا، هي قرار من رئيس الوزراء. الحكم في جريمه ارهابيه له عقوبه تبعيه هي اسقاط الجنسيه. اذا المحاكم مش هتحكم باسقاط الجنسيه يا فندم، ده عقوبه تبعيه تترتب عليه من رئيس الوزراء. من رئيس الوزراء المحكمه بتحكم بالحرمان من مباشره الحقوق السياسيه. ولذلك مجلس الوزراء استاذ قانون بس استخدام الماده 122 يا دكتور، انت استاذ قانون يا المحكمه بتحكم بمنع او منعك من مباشره الحقوق السياسيه؟ لا ما تمنعك اسقاط الجنسيه. اذا صدرت ضدك جريمه مخله بالشرف عقوبه تبعيه ليها. عندك عندك في قانون الارهاب الماده 37 فقره بتقول لك ايه؟ طيب لو ارتكب جريمه جنائيه بتسقط مباشره حقوقه السياسيه. طيب ويكون يترشح لمجالس النيابيه. رجع لكم امان بالشكر على ناقشنا كل النقاط.